أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف رجل أو سيدة أعمال ناجحين. اليوم معنا مدام وسيلة من وسيلة's Pastry Shop. أهلا مدام. مرحبا، أهلا فيكم. بداية شكرا لحضورك معنا اليوم، ونتمنى بداية تعرفينا عنك، كيف كانت بداياتك مع سيلة's Pastry Shop؟ شكرا لوجودكم معي، شكرا لاستضافتكم لإلي. قصتي بلشت من تقريبا 10 سنين، بس انا خلفيتي دارسة اوريدي جرافيك ديزاين وبحب كتير الارت والرسم. بس من 10 سنين بلشت من لبنان اخذ دروس كل شيء له علاقة بالكيكس بالكوكيز. فبلشت بالاول يعني كل انواع السويتس الفرنساوي والامريكاني، وصرت اعمل بالبيت كيكس وكوكيز واعزم اصحابي. فكبرت الموهبه لما بلشت اشتري مجلات، على من 10 سنين ما كان في يوتيوب، اشتري مجلات، ومن المجلات لقيت انه انا في كثير اشياء ما بعرفها، وهو عالم كثير كبير وكثير واسع. حبيت، كنت مثل عطشانه اني اعرف على كل هدول المواد والطريقه والادوات. فاول رحله كانت على لندن، درست هناك بلندن كل انواع الديزاينز للكيكس بالشوغر بيست بالفلاورز، كيف بيعملوا تاتويات الاعراس. حسيت انه هيدا مش كيك شو من كان، هيدا عالم تاني، هيدي دراسه. فمن هنيك صرت ما خليت بلد صراحة، فرنسا، بلجيكا، ألمانيا، أثينا، دبي، جيت كذا مرة، تركيا. كل شهرين حس إنه في شيء جديد بدي أتعلمه، لأنه عالم الكيك عالم كتير كبير مش بسيط. يعني مش مثل ما العالم متخيلينه إنه والله كيك وشوكولا وخصة القصة، لا، يعني دنيا تانية. فلما حسيت حالي إني أنا تعمقت وبعدني بدي روح وبدي اتعلم، بلشت بلبنان، فتحت اندستريال كيتشن ببيتي، صرت بيع من بيتي، اعمل طاولات، اشترك بمعارض، بلشت اكبر واكبر بلبنان. ما شاء الله. مدام وسيلة، حكيتي انك انت اخذتي الموضوع بدايه كان هوايه بعدين دراسه، ولفيتي اكثر من دوله بالموضوع، كيف اثر هذا الشيء على المنيو اليوم عندنا في سيلة's Pastry؟ هلا المنيو هو الاشياء يلي كثير طلبت مني بلبنان. انا عملت كل اللي تعلمته، بس في اشياء ما اخذت استجابات ما حبوها، وفي اشياء كثير حبوها مثل الكارت كيك، مثل الشوكليت كيك. بس انه انا كنت اعمل شوكليت كيك مش مثل اي شوكليت كيك عادي، كنت استعمل هاي اند كيكس، وبعدني بستعمل هاي اند كيكس. كنت استعمل لينت وكادبري، هلا بستعمل كالبو وفالرونا بالكولاد. يعني بجرب انه على طول يكون الكيكس تبعي مختلف عن السوق، اني بستعمل مواد اللي بستعملها ببيتي، ما بستعمل مواد ريدي ميكس وارتفيشال فليفرز، وبجرب قد ما فيني ما استعملهم الا اذا الزبون طلب انه بده ريد فيلفت، يعني بده شويه كلر. بس صدقني لهلا بعد ما عملته. مدام وسيلة، ممكن تحكي لنا بجانب انواع الكيك المختلفه اللي ذكرتيها، شو انواع السويتس اللي بتقدموها؟ بنقدم 3/4 الكيكس والسويتس اللي بنقدمها هي الاشياء المعروفه بالعالم. يعني بنعمل كارت كيك، شوكليت كيك، فانيلا كيك، كل انواع الكوكيز. بعمل اشياء كمان بيعملوها الستات ببيوتهم وما ببيعوها بالمطاعم، مثل الليزي كيك، مثل التشيز كيك والتارتات اللي ما بيعملوهم. بس نحن كمان ما عنا منيو فيكس، في منيو فيكس بس في منيو بيتغير حسب المواسم والحفلات مثل رمضان بيصير الكيك بيبطل ناشف، بيصير كيكس بتجار، في بقلبه كتير موس، في بقلبه فستق، في بقلبه تمر. مثل بكريسماس الكوكيز بيصيروا جينجر بريد كوكيز، بيصير في انواع كيكس مختلفة مثل مون بلان، مثل في بقلبه كاستانا. يعني كل موسم بالصيف بيصير اكثر على بوزة. ما شاء الله. طبعا خلال التنوع الشديد هذا اكيد شيء ميزك، بس لو حبينا نسال مدام وسيلة، شو سر الفليفر الحلو عندكم وشو سر النجاح؟ هلا شو سر النجاح هو انه انا بعمل ديزاينز. اول شيء الطعمه هيدي بدك تحطها على جنب، لانه ما بقبل ابدا تكون الطعمه اقل من، يعني بدها تكون توب
تاني شيء هو الديزاينز يلي انا بخترع ديزاينز ومواد. يعني انا عملت بينتينج على الكيكس، حطيت فواكه مجففه، حطيت ورود مجففه، في كتير ارتس على الكيك انا لاول مره اخترعتها. ويعني والانستغرام تبعي والفيسبوك بيشهد انه انا اول وحده اشياء انا عملتها، وانا بحب الابتكار، بحب الموديلات الجديده، بجرب اتفادى اني اقلد اي حدا. بس اوقات الزبون بيجيب لك بده هذا الشيء فمضطره نعمله. مدام مسيلة، لو حابين نحكي عن المستقبل، وين بتشوفي البزنس تبعك بالسنوات القادمه وشو خططك للمستقبل؟ المستقبل يعني انا ما صار لي هلا 4 أشهر فاتحه بدبي، والمستقبل هو اني كبر البزنس تبعي، كبر الستاف، يكون عندي محل فرع تاني يمكن بابو ظبي، يمكن بنفس دبي محل تاني. يعني نفسي انه اوصل، لانه دبي كتير كبيره، كتير فيها دايفرسيتي، فيها كتير جنسيات يعني، ومنا قادرين تو كفر اول ذا ارياز يعني كل المناطق، فبحب انه اقدر لبي كل العالم ان شاء الله. اتمنى لك الافضل. مدام وسيلة، من خبرتك في مجال البزنس ولفيتي انت كتير، شو نصيحتك لاي حدا مهتم انه يفتح بزنس او يستثمر في دبي؟ اول شيء دبي هي بلد الاحلام وبلد الامن والامان يعني، فاي واحد بده يعمل بزنس ما قاله الا دبي، هيدا نمبر 1. نمبر 2، نصيحتي لاي حدا بده يعمل بزنس ما يعمله هيك عشوائيا، بده يكون عنده شيء دراسه او شيء هو يعني محترف فيه ليجي يعمله، ويكون صار له زمان عم يحلم بهذا الشيء، مش بيوم وبيومين. حتى لو كانوا المصاري مأمنين، لازم يعني يكون عن جد عنده شغف لهالشيء ومتقنه مزبوط. واللي ما عنده شغف او متقنه يتمرن عليها، واللي عنده حلم وما عم يقدر يحققه يتمسك بحلمه، لانه انا متأكدة انه الحلم بيتحقق من بعد ما انا حلمي تحقق. الحمد لله. الحمد لله. قبل الانتهاء بدنا نعرف ليش مدام وسيلة اختارت دبي والامارات لتفتح البزنس فيه بشكل رسمي لاول مره. مثل ما قلت لك، انا وقت جيت على دبي بعد انفجار المرفأ حسيت انه دبي مثل ما قلت لك بلد البزنس وبلد الامن وبلد الامان والطموحات والتقدم، وحسيت انا جيت لهون انا وبناتي، يعني مأمنة على بناتي اكثر ما مأمنة يعني على باي محل تاني بالعالم. فحسيت انه هو البزنس بده امن وامان وبده تطور، فهيدا هو البلد اللي لازم الواحد يفتح فيه الاستثمار. اخيرا بدنا نخبر المشاهدين كيف ممكن يوصلوا ويتواصلوا مع سيلاز باستري شوب. نحن هلا فاتحين اول فرع لنا بالبزنس باي بدمار بزنس تاور. نحن على الووتر فرونت على القناه، فيهم يجوا امتى ما بدهم، بين يعني باوقات بين 10 و8 بالليل نحن فاتحين نستقبلهم. عندنا فاتحين كافيه صغيره، عندنا كل يوم عندنا سويتس مختلفين، عم نعمل برانش، عم نعمل كمان كل انواع الكافيز، وعلى تليفون كل شيء عندهم، حفله، اعراس، اعياد ميلاد، كله منلبي. شكرا جزيلا مدام وسيلة، ونحن سعيدين جدا للقاء معك اليوم. مرسي مرسي، يعطيك العافيه. إلى هنا أعزائي المشاهدين نختتم حلقتنا لهذا الأسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC الخليجية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي أمان الله.